اهلا بيكم في حلقه جديده من ملخص اخبار الاسبوع. معاكم شادي ديان، والنهارده هنتكلم عن مجموعه من الاخبار والتسريبات المهمه اللي نزلت خلال الفتره اللي فاتت، خاصه واننا عرفنا شويه تسريبات جديده عن لعبه باتل فيلد 6، وعرفنا مين اللي هياخد دور البطوله في مسلسل ذا لاست اوف اس. فتعالوا نشوف مع بعض اهم اخبار الاسبوع. بس قبل ما نخش بالفيديو، يا ريت تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب وتعمل شير، ويلا بينا نبدا في الاخبار. انتشرت تسريبات من مواقع كتيرة بتأكد شوية معلومات جديدة عن لعبة باتل فيلد 6، زي ان اللعبة هيكون فيها نظام باتل باس، وكمان هتدعم اللعبة المشترك ما بين كل المنصات. ومش بس كده، ده هيبقى كمان فيه طور لعبة مجاني زي وور زون من مودرن وورفير. الاعلان عن باتل فيلد 6 هيكون خلال شهر مارس او ابريل، والمفروض ساعتها اننا هنتأكد من صحة التسريبات دي. مجموعة من المسربين اكدوا اننا هنشوف تفاصيل جديدة عن لعبة ايلدن رينج خلال شهر فبراير او مارس، وبصراحة نتمنى ان كلامهم المرة دي يكون صح، خاصة واننا سمعنا تفاصيل كتير خلال الفترة اللي فاتت وما تحققش منها اي حاجة. ولو انا شخصيا اتوقع، فاظن اللعبة هينزل لها عرض اول في فبراير او مارس مع كشف عن اسلوب اللعب بشكل اعمق واوسع. طبعا الكلام ده كله هيكون في E3 2021، واللعبة ذات نفسها هتصدر في اواخر 2021. شركة كابكوم اكدت ان لعبة Resident Evil Village هتستفيد بشكل ضخم من منصات الجيل الجديد، لانها هتدعم الهاردات SSD الموجودة في البلاي ستيشن 5 والاكس بوكس سيريس اكس والسيريس اس. كمان اللعبة هتستفيد بشكل ضخم من يد التحكم الدول سانس، لانها هتدعم اهم خواصها زي الادابتيف تريجرز والهابتيك فيدباك مع الدعم الصوت الثلاثي الابعاد. من ساعة ما نزلت ميدل ايرث شادو اوف موردور في 2014 وشوفنا تقديم نظام جديد في عالم الالعاب اسمه النيمسيس، النظام ده غير وجهة نظرنا عن شخصيات الام بي سيس الموجودة في اللعبة، عشان شوفنا تقديم مختلف تماما للاعداء في الالعاب، وكان تجربة مميزة اننا نشوف الاعداء بيتصرفوا من دماغهم وبيعملوا حاجات مميزة ما نتوقعهاش احنا كلاعبين، لدرجة اننا كنا بنحس اننا بنواجه لاعبين حقيقيين مش ذكاء اصطناعي. ومن ساعة 2015 وشركة وورنر بروس بتحاول تسجل براءة الاختراع للحفاظ على النظام ده في العابهم بس، ولكن كل المحاولات اللي بيعملوها كانت بتفشل طبعا. ووصلنا ل 2021 والنظام بالفعل اتسجل براءة اختراع من الشركة، وبكده نظام النيمسيس للذكاء الاصطناعي بقى ملك شركة وورنر بروس جيمز، واحتمال نشوفه في العاب كتير منهم في المستقبل. تفاصيل جديدة عن لعبة هيل بليد 2 سينوا ساجا، اللعبة هتكون في ايسلندا وهيتم تطويرها من 40 موظف، واللعبة تستفيد من محرك الاريل انجن 5 مع تقديم رسومات خلابة. اللعبة هتقدم نظام مواجهات اكبر واعمق من الجزء الاول. الموسيقى التصويرية هيساعد فيها فريق هيلانج، والفريق ده اللي شارك في اعمال كتير جدا واهمهم مسلسل فايكنج. اللعبة هتستمر في استكشاف الامراض العقلية والنفسية اللي بتواجه البطلة سينوا، ومدى تأثيرها على تشكيل الحضارة والالهة الاسكندنافية. اللعبة هتتوفر بشكل حصري على البي سي والاكس بوكس سيريس اكس والاكس بوكس سيريس اس، ومن وقت الاصدار هتضاف اللعبة للجيم باس. استوديو سي دي بروجكت ريد تعرض لعملية اختراق كاملة على سيرفراته، وتم اخذ بيانات الالعاب الاصلية، ده غير بيانات في الحسابات والادارة والعلاقات العامة. المخترقين عايزين فدية طبعا مقابل عدم نشر الملفات دي للعامة والاعلام او حتى باعها. المخترق قال لهم يدفعوا الفدية عشان ما يخلوش شكلهم سيء اكتر ما هو سيء اصلا، وللاسف الاستوديو ما سمعش الكلام وقالوا انهم هيلجأوا للسلطات عشان يحلوا الموضوع ده. ولكن الموضوع ما اتحلش، والمخترق بدا في نشر سورس كود وعمل عليه مزاد علني، وهنشوف ايه اللي هيحصل في الموضوع ده خلال الفتره اللي جايه. السنه اللي فاتت معرض E3 توقف بسبب فيروس كورونا، وده اثر بشكل كبير جدا على اعلانات الشركات وحصل تاجيلات لحاجات كتير جدا، بس في شركات فضلوا مكملين مع نفسهم اونلاين زي بلاي ستيشن واكس بوكس ويوبي سوفت واي اي وغيرهم كتير جدا من الشركات، وشفنا اعلانات كتير مميزه برضه. السنة دي معرض E3 راجع بنسخة 2021، ولكن مش هيكون معرض كامل فعلي بل هيكون معرض رقمي. المعرض هيستمر في الفترة ما بين 15 و17 يونيو 2021، وهيشارك فيه مجموعة كبيرة جدا من شركات الألعاب بالإضافة لواحدة من الشركات المصنعة للأجهزة المنزلية، يعني مايكروسوفت أو سوني أو نينتندو. وبما إن سوني قررت إنها ما تدخلش أي حدث E3 تاني، فبنسبة كبيرة هنشوف مايكروسوفت هي اللي هتكون متواجدة في حدث E3 السنة دي. يوم 14 هيكون في حدث بري شو هيستمر لمدة ساعة، وهيضم شوية اعلانات بسيطة تجهيزا للحدث الرئيسي نفسه اللي هيكون يوم 15. الحدث هيستمر لمدة 3 ايام وكل يوم هيستمر لمدة 12 ساعة، وال 12 ساعة دي هتكون مليانة بالاعلانات والاستعراضات والديموز وحاجات كتير مختلفة لتشويق اللاعبين مرة تانية.
تم اختيار الممثله بيلا رامسي الشهيره بدور ليانا مومنت في مسلسل جيم اوف ثرونز اللي لعب دور ايلي في مسلسل ذا لاست اوف اس من شبكه اتش بي او. وكمان اعلنوا عن الممثل اللي هيقوم بدور شخصيه جول وهو الممثل الرائع بيترو باسكال. الممثل ده شهير بادواره في حاجات زي جيم اوف ثرونز وذا ماندلوريان. وبعد الاعلانات دي كلها بقيت متفائل اكتر بالمسلسل واظن اننا هنشوف حاجه عظيمه جدا. وبس كده، دي كانت مجموعة من أهم الأخبار والتسريبات اللي حصلت الأسبوع اللي فات. شاركونا برأيكم في التعليقات وقولوا لنا إيه أهم خبر حمسكم للمستقبل. ولو الفيديو عجبك، وهو أكيد عجبك، متنساش إن أنت تعمل لايك وتعمل سبسكرايب وتعمل شير في كل مكان للأخبار. وبس كده، كان معاكم شادي إي جي إن من جمزاوي. شوفكم الفيديو الجاي. سلام.